بس حسوا بإخوان إلا يوم الأيام كنا ضيوف عندهم نتغنى مصايفهم ومضايفهم وكرمهم. أعطوني فطور أو غدا أو عشاء ما بيكون عليه 13 صحن مشكل. أعطوني فطور أو غدا أو عشاء بتخلص صحون وبتقوم الناس مش شبعانة. والله اللي بنكب أضعاف أضعاف اللي بيتاكل. أخواتنا بقولوا شو بدنا نطبخ، ما فيش شي بالدار والثلاجة وخزان المطبخ مليانة. والشاب المدلل بيقوم زعلان لأنه 20 صحن اللي قدامه ولا واحد منهن على مزاجه. فثيريتنا الله يرحمهم كانوا يقولوا النعمة مثل النعامة، الرفستها ترفسك. خلينا نتواضع للنعم شوي ونوفر باللي أعطانا إياه الله شوي. ما حدا بدري بكرة شو مخبي، إحنا بألف ألف خير. وإذا مش مصدقين مروا تالي الليلة بجنب حاويات عمان الغربية وتشوف القط أكبر من الخروف من خير الحاويات اللي فيها. ما بدنا ياكل جوع ولا تتضامنوا ولا تجربوا تعيشوا يومين على المي والملح زيهم. بدني اياكم بس تشكروا الله على النعمة اللي احنا فيها. واللي بيدفعوا 500 ليرة لمراكز التخسيس كل شهر عشان ينقص 2 كيلو من الكرش، تذكر ان اخوانك بالزبداني باعوا سياراتهم مشان 5 كيلو حليب. يا الله شو هالعالم مجنون وغريب. ناس بتدفع ثروتها عشان تخفف وزنها وناس بتدفع ثروتها عشان تسد لقمتها. يا ربي لوفك. بالقرن 21 جيوش وفصائل بتحاصر أطفال وعجائز ما في بيدهم سلاح إلا الجوع والدموع. القرن 21 بيصير انتصار العربي على العربي مقاومة، وتجويع العربي للعربي شجاعة، وتركيع العربي للعربي بطولة وبراعة. يا مقاوم يا بطل، مضايا والزبداني مش تل أبيب وكريات أربع، والله عرب، هذول عرب مثلك عرب. يا مقاوم يا بطل، الأطفال اللي بتموت والله أطفال من دم ولحم مش لعب. يا مقاوم يا بطل، الأجساد المرمية والهياكل العظمية هذول إخوانك وأهلك مش هياكل من خشب. مين بتحاصر يا مقاوم يا بطل؟ بعجوز منسية بغرفتها اللي تفقدها حدا من الجيران أكلت وإن ما تفقدها ظلت بجوحها. مين بتحاصر يا مقاوم يا بطل؟ بأرملة وحيدة كل ما ضاقت فيها وحدتها شربت من دموعها. مين بتحاصر يا مقاوم يا بطل؟ بأبوك اللي الشيب غزا لحيته وما ظل بده من الدنيا إلا يموت بكرامة. بمين بتحاصر يا مقاوم يا بطل؟ باللي رشوك بيوم الأيام بالورد والحنة والهزامة. صوت رصاص مش أصدق من صوت الناس. نزل باروتك وشيل عن راسك خوذتك واسمع عند الغروب صوت بك الأولاد. يا مقاوم يا بطل، ابنك بستناك آخر النهار آخر الأسبوع آخر الشهر بحضنك وبتحضنه بشم ريحتك بتشم ريحته. أولاد الزبداني ومضايا ما في أب يحضنه، ما في آخر شهر يستنوه. أولاد مضايا والزبداني أبوهم جوع، فرحهم دموع وحزنهم دموع. يا أهالي الزبداني يا أهالي مضايا، خجلان أقول لكم اصبروا وخجلان أقول لكم سامحونا والنزف والجوع من كرامتكم أنتم. إحنا العرب، إحنا نصل الخنجر وإحنا اللي ضرب، لا تسامحونا.